Let's look on a different example. هون أظن بس بقول لكم برجع يشرح على العلاقة بين الـ XML وكيف طلع النوتس. We know all of that. So هذا مش جديد. والchildren والsiblings والancestors والdescendants هذا كله بنعرفه من الـ example. هلا شوية F و L يمكن هذا it's nice. خلينا نروح على هون ونفتح الثانية. الثانية. لا الثانية. لو كنا فتحين الثانية. الداتا ما هلا ولا it's a good example. خلنا أفتح ال XML. قلت له روح لي هلا على التايتل وجيب لي الداتا. طلع على التايتل. التايتل في إله attribute وفي إله value. value في الداتا. لما قلت له جيب لي بس الداتا يعني remove كل attributes وجيب لي بس الداتا. actual data هون is a function من XML من ال XQuery. هون قلت له لاحظوا دور لي على كل النوت التايتل اوردر باي تايتل ولسه ما ترجع لي بس الداتا تبعت التايتل ما ترجع لي اياهم كلهم لان اذا بتقيم كلمه تايتل بقوم برجع لك كل الشباب برجع لك كل شيء قلت شيء انا بركي لازم احلي رجع على كل شيء التايتل مع الادرس تبعته وبالتالي ات ويل ترم الادرس خلي لك بس الاسم رجعت كيف كانت معناته هي الداتا اوكي هاي جديد معناته كلمه الداتا از فانكشن ذات ويل ترم كل الادرس طب لو بدي الاتريبيوتس كيف عرفتيها؟ نعم أخذتيها؟ نعم صح أخذناها بالإكتر طيب أوكي لو بدي الاتريبيوت معناته أشوف شو الإكزامبل اللي وراها open عرف 8 خلنا أخذ 9 أوكي هلأ رح نعمل هلأ شوف شو الكونديشن هون برضو على XML عم بعمل فور عم بفعل كتاب هلا اللي variable is a book طيب is a book element بقول له افحص هلا اذا بدي افحص اتريبيوت بحط له الان كاتيجوري اذا الكاتيجوري اطفال حول لي الشلدرن حول حط لي زيد لي تاج تشايلد حط لي الداتا else حط لي others هذا التحويل من ستايل لستايل طلع على XML فايل كيف كان منظره على XML 5 طلع كان في البوك كاتيجوري كوكينج بوك كاتيجوري تشيلدرن بوك كاتيجوري ويب وبوك كاتيجوري كمان برضو ويب سو ثري كاتيجوريز هلا المطلوب انه لكل الكتب دور لي على الكتاب على الكاتيجوري تشيلدرن وحط لي تاج تشايلد ايلس حط لي ادلت نعمل ران شو كيف صار هلا الاسم الفاز تبعك اذا حولت التاج ذا اكس اس ال تي هلا صار مشغل قلت له دور لي على الكاتيجوري تشيلدرن هاي في كتابين اشهر تشيلدرن هاي واللي تحتيها لا ولا وحده اظن تشيلدرن هاي وحط لي التاجز child واختمها بتسكت child else يعني تقولي ويب حولها لأضلت زي الـ XSLT هلا حولنا tags لـ tags برضو بطلب بس بعد إذنكم لأنه في امتحان عندي ماشي نعمل بس بريك 5 minutes إذا شفت الطلاب شو عاملين بس ألم الأوراق بس بدي بس 5 minutes خلينا نعمل بريك بدري شوي بس ألم الأوراق بعدين بعرف أرجع لا بروح الايام قاعدين بحضن بعض هلا قاعدين بشفوا الواقع على حوش
لكم ديمو كمان شوي كان بيطف بالضبط ودائما هيك بتشوف الشغلات البسيطة في المحاضرة بعدين التخلص. لا بس انا برضه بال بالبروجكت بدكم شيء سهل كمان معقول يعني مش سهل عشان ما صعبش. هذا نفس الاكزامبل اللي شفناه قبل شوي بس انا مره حطينا اتش ام ال وبادي وبوك ستور وهيدر اوكي سو بلا 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 هنا ام ريتيرن اي هيك مثلا تو ثينكس ريتيرن ال ار بس انا جوات ال اي برضاش اكثر من حاطط الدوت اللي هي كونكاتينيشن بس بلاحظ برضاش اكثر من وان سنجل وان سنجل ريتيرن لا وان سنجل اوبننج وكلوزنج elements. Okay. So anyways, if we run that example, نفس الشيء هنا data ذكر و takes the data طبع ال لاحظوا x title هالمرة لاحظوا إنه data طبع x title بجيب لك data طبع title وليس طبع الكتاب. لا إذا ما حطيت ال title هون كان جاب لك كل شيء اكشلي داتا تبعت كل شيء بعرفش والله اذا بدنا نطلع شو كان رح يجيب بس الفاريبل هي بتمثل البوك اكزاكتلي فقلت له انت الفاريبل بوك سلاش تايتل بجيب لك كل شيء تحت تايتل سو اف يو دو ران لا جاب لك اياها اتس بيرفكت اتش ام ال اذا اكشلي انا سيفتها عملت لها سيفينج على هون هيها اكزاكتلي 11 هاي هاي لا هذا هي هي بس هنا كان المنظر احلى HTML body bookstore HTML body bookstore اوكي anyways it's اذا فتحت على البراوزر اكزاكتلي هلا بتبين لك ك query اوكي هلا راح تبين HTML اوكي بوك ستور طيب معناته سو فار سو جود الامور واضحه ما فيش اي اشكاليات في كمان مجموعه من الاكزامبلز انا كنت حابب اوجهكم اياهم موجودين ضمن الهلب اذا بتروحوا على الدوكيومنتيشن بتروحوا تحت كوك ستار اي ليرنينج اكس كويري For beginners, that's a good sign. I don't know. Okay, let's query wiki with your book beginning examples. لا بس well بس يعني في manipulation للداتا بشكل كبير يعني so. هي عندكم مجموعة من الـ examples that we can look at. عندكم examples you can just copy and paste them. طلع عندكم examples زي إذا كنت ببدأ أروحها بالـ C. تعال أدخل على Excite وأعمل new X query. لما تعمل new X query automatically بحط لك الـ X query message. في صارت مكرره ف انها هذه هي اوكي ناو اف يو ران شو سوي الاكزامبل بس ليت مسج يعني ليت الفاريبل ايكوالز لاحظوا الطريقه هذه زي الباسكال حدا فيكم برمج الباسكال من زماناته بتعرفوا الباسكال يعني عطيه انتو فهذه لغه عطيه اوكي بس ات وركس يعني هون بحط لك المسج دولار ساين مسج اللي هي الورد جوا It's basically simple. Yes. The basic is the same. 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 The basic is
هاي في comparison تعرف أعجبني في شايف comparison between X query وال XSLT. سكرها. طب الويكي حطه محالي وين؟ آخر تاب. آخر تاب هون. عليك هذا؟ هذا الويكي. أوكي. It's good to learn by example. بعض المرات بضل أقرأ جريدة. Sometimes it's simple to. هذه مش شايفة شيء. هون بيحكوا عن الأكسجين إذا بدك. تطلعوا how to edit. بس أنا مش حاطة الأكسجين عندي. كان ليش دكتور هذا مسمى؟ to edit XML file. ممكن تغير XML file. the examples are XPath, searching multiple collections. إذا رشة شغلتين أظن بيناتهم فاصلة ولا لا بتن لا بوك بدي أدور لك على ريتيرن برجع أكثر من شغلة كل الإكزامبل تاع ريتيرن ذا وان سينجل ثينج سيتينج وريكوايرد بارامترز query namespace لاحظوا النقطة مثلا بالسي it's exclamation mark هنا you say it's not okay it's then it's okay أنا بس كده واحد فاضي أشغل بس كان في example نروح للأوتيكوميات في التريم بورز هاي السامبل لاحظ مثلا بالإكزامبل الحالي بين إيدينا You can return. طلع. You can return. أنت شو عملت document كاملة. You can return. For return. أهم شيء one single open, one single close. Okay. So return can be bulky. Yeah. You can return the whole document. So okay. طيب كنت أوريكم كمان على ال. وين راح في الداشبورد او الدوكيومنتيشن لا مش هاي هذا سكرها رفع الدوكيومنتيشن الديمو
كان في ديمو هون مش رحلكم على ال هذا نفس الشخص الجزء الثاني من البرزنتيشن how to use the different tools اللي هون. هلا طبعا اذا انتم بتكونوا لحظة رحت على اكسايد فأي لحظة you make a run it will run. You make a run, it will run. Nothing is running in the solish. Run. Okay, he طلعها بالHTML actually هون. لما قلت له direct up بطلعها HTML. لما قلت له XML بطلعها XML. أو نايس يعني الأشياء ما تطلع كدايركت أوتبوت بالنسبة له. أوكي مش الأشياء من الأوتبوت. أوكي. Anyways بس أذكر إنه at any time if you go to here and you stop the engine nothing will happen. بتقول له stop server ولا بتقول له run. أوكي برنج الكويري وبتوقف. لأن الأنجن مات. So هي سيرفر إيرور بقول لك. So then we have to make sure إنه الأنجن is up and running. Now if you run it will run. Okay. في تحت ال actually two things. أول شيء بدي أوريكم إنه how you can define your own functions. طرف زي أي لغة برمجة. الإكسكويري فيها أنت طبعا operators that it can use. Then equal not equal أصغر أكبر يساوي and so on. So you can use these. أو ممكن زي اللي جاي من عالم اليونكس. تعرفوا الجريتر ذات جريتر ذات سامعين فيها جاي من عالم اللينكس بيعرفوا انه جي تي يعني اكبر من في جي اي يعني اكبر او يساوي في less than يعني اقل وفي less than or equal اقل او يساوي so you can use. هلا وين المشكله انه بعد مره بتقدر تفكروا كتاكس. فإذا بدك تفعل استخدامه يستخدمه كتاكس you can use the equal for equality أو not equal أو less than أو less than or equal greater than أو less than or equal. okay. هيك بطريقة خاصة من إنه يفكر هذا كل مرة أوبريك تاك أو كلوزيك تاك. So that's simple. Now زي لغة برمجة الإكسكويري بتسمح لك إنك to define your own functions. So let me show you how you can do that. رجع الجوع actually. هذا الفور شفناه قبل شوي واللت شفناها. اللت طبعا you can use something you can define a range. يعني اللت مش شرط الفاريبل يكون فيها قيمة واحدة. لما اقول لك مثلا اللت x بتساوي 1 to 5 هون it becomes like an array. And return test the array. So the examples are already made. يعني can just to copy. Actually, we can just copy it. عشان تشوفوها شغالة. بالexcite and then اعمل new xquery and then control V and اعمل run. So it's basically very simple. تطلع لك جواب. ردي طلع لك. So all of that هذا انتم شايفينه بتعرفوه. The return close رجع جوع actually رجع يحكي عن شيء هو باقي ذاكره. هلا بهمني تعرفوا على الاقل جزء من الفانكشنز اللي متوفره. الاكس كويري في لها بلت ان فانكشنز هم نفسهم موجودين بالاكس باث فانكشنز. Actually if you click on here you can see كل الفانكشنز that you can use. يعني احد الشغلات اللي ممكن تستعملوها
الابسولوت نمبر اذا عندك انت رقم ممكن تكون نيجاتيف. السيلينج عندك رقم مثلا انت فاصله شغله سيلينج يعني مثلا 2.5 السيلينج تبعها 3 ال 2.5 الفلور تبعها 2 في سيلينج في فلور في عندك كمان فانكشنز انت كان يوز للسترينجز في عندك الراوند كثير ما تحتاج للسترينجز خاصه لما بدور على سب سترينج بعد مرات انت بتدور اكثر هذا التوصيل بتستعمله بدور على حملك على سب سترينج مثلا ممكن يجي اسمك او اللي بدك اياه ممكن يجي ضمن كلمه فيكون فور سب سترينجز اوكي انا ويز سيف فانكشناليتي ذات يو كان يوز فور الاكسبير يو كان يوز مع الـ مع الاكسبير اوكي سيف اوكي هلا احنا بقول اوكي هلا هون اللي بيهمني انا لانه بعد مرات كثير بتضطروا تعملوا يور اون فانكشن يعني بتروح تدور على الفانكشن تبعته اللي هو بيستعملها ما بتلاقي فانكشن انت بدك اياها سو يو تو ديفاين يور اون فانكشن ذات يو كان يوز ضمن ال اوكي طلعوا هلا اوكي سنت مش راح يعجبكم سنت شوي اتسنت بالاخر يعني طلبت له كثير برمجي لاحظوا exactly هيك رح تعرفوا declare function keywords local color بعد تحط اسمه الاسم طبعا انت تحطه هون مين price it's you بعدين هون بتدخل الارغمس ورا بعض زي C language أو Pascal B هو عبارة عن decimal D هو عبارة عن decimal لاحظ هذا الاكزامبل شو كان يسوي كان يطرح percentage يعني تعطيه مثلا قيمة وتقول له بدي اعمل 5-10% فهو كان يعمل ديسكاونت هو بي في الديسكاونت ديفايدد باي 100 ويطرحها بالاخر من عشان اعطيك الديسكاونت اوكي هلا هذا الفانكشن اتعرفته ناو فاين اي كان بوت ات ناو هاو كان اي يوز ات ناخذ التعرف فانكشن تو يوز ات طلع الاكزامبل بالتحديد تفتح مين برايس بسكر في مين برايس مين برايس هو اسم الفانكشن اللي انت عرفته اوكي بعدين سوري هون هذا بس اتاك هون يو كول ذا فانكشن مين برايس اوكي و وي كان ذا اكزامبل مع بعض انا ما عملتوش مثلا البوك فيه برايس بدك تحط سعر الكتاب وتحط ديسكاونت وهو برجع لك قديش صار على الديسكاونت اوكي نعملها مع بعض اوكي وين زي دي 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 ممكن يكون موجود او كلا الكوستر مارك يا زيرو يا ون البلس يا ون يا مور النجمه زيرو اور مور اوكي بس ان جنرال اي دونت نو واي يو مايت بوت ايه بقى اللي يكون اوبشنال كل يكون الديفولت probably right لأن otherwise مش شرط تكون optional لاحظوا كمان النوع return ستحطه هون return برجع هون as as إيش النوع ال type اللي بيرجع so let's copy it control C هنروح على the side وين إيش مفتوح عليه عطونا محل كان فيه عن الكتاب هذا probably هذا التايتل في شيء في هاي البرايس اوكي هذا نعرف اول اون فانكشن مش عاجبه ايرور فارم بار اكزكيوتنج اكسبشن ان اكسبكتد توكن يعتبر جزء من الاكس كويري اللي فوق بعدين نستخدمه وين كان بوت طب لو حطيته فوق probably بركي بده تعريف قبل I never used it طب لو حطيناه هون برضو ما عجبتوش أشوف حط لك هون warning ضرب على الأز unusual unexpected token as
واي. لحظة، هلا هذا الاكس كويري اللي هون هو اكس كويري 1. طيب ليش إذا ديفاند الدكتور بده كويري؟ وين المشكلة؟ Let's see. صار بالسمري. طيب you know what؟ Sometimes just Google it. رايح راسك. Function example. هذا بدك حسن هي. تعال functions. تعلم. إذا عنده example that we can customize, that would be great. Declare function. Local function. لاحظوا نفس الشيء declaration. لاحظوا هذا بخدش ولا argument. بس برجع as string. معقول بده إياه تكون على سطر واحد؟ Could it be? I think طب ليش كان ليش كانت اثنين حطيتها اسكت ثلاثة؟ اوكي. طب بس انا واذا رجع ضقر هون فبطل زعلان عليها بقدر ما هو زعلان انه ليش موجودة نفس الفايل زي هاي. يمكن بده سيمي كولن بعد نهاية الفانكشن. كان في سيمي كولن؟ بعد سيمي كولن. هون ديكلير. فصل مخطوط عيبه بعد اخر. معقول سيمي كولن؟ لا بس والله هي ما حكاش شيء يعني على الاقل اعمل الارب هلا المفروض رن ما غيرش شيء يعني المفروض اعطيني رن انا حطيت فانكشن ما استخدمتوش رايت سو لهلا احنا بالسليم اوكي يبقى تو ديفكتس او تو ثينجز الغريبين كانوا انه الاد المفروض تكون سمول بعد هي مش كده سنسيتيف بس سربرايزنج بس ومش حاطين هلا اتذكر كمان مره انه هذا الاكس كويري الاكزامبلز اللي هون على الاكس كويري 1 اذا طلع على البيسك اكس كويري اللي هم عاملينها كان اكس كويري 1 او 2 اظن فبروبابلي ذس مايت اكسبلين ليش لان هلا احنا اكس كويري 3 فبركي في شغله تغيرت Anyways, let's look at the example موجود هون. هاي الـ xQuery for the xQuery 1 you declare the function example بالآخر so we'll go in this one طيب let's guess معناته رحنا وبدناش طب هلا عرفنا الفانكشن وعرفنا الديسكاونت ريتيرن لو بدي هلا انا لديه خلينا بس نشوف كيف كان هذه الفانكشن سامري هاي هي لو قلت له ريتيرن طلع لي برايسز انا عم بطلع تايتل خل اطلع بس البرايسز هون يعني اعمل بس ممكن بدون ما انا بس اطلع البرايسز هلا عشان اعمل ديسكاونت عليها رجع حاول على برايس هذول ريتيرن بس الطريقه هو تقول له هيا لوكال مين برايس طب نعطيه قيمة ده قيمة 10% 10%
تبست على شيء هلو أرزناهته بصار إيدي وانطلقت ف... يعني ما قلت طريقة إيدي تعمل هيك يعني بس أنا نفسي أفهمها يعني خلص ليك يعني ولا بطل إيش يبين هلا أما رأيك تشوف من كيف يدي ولا شو يعني عليها أنا مستأنس ران النيوتا وصل الأمور ران النيوتا في اوبشن رجعها بني ادمين كيف الفيديوز اللي فوق تبع ايش؟ يعني في شيء اسمه لود ديفولت سيت اب بس وين فايل في اي لود عشان اعمل اوبن عشان اعمل اوبن لوحده مش متفتحه معناها في شيء صار افتحهم هاو كان شيء ذات عمرنا اللي كانت نفس أيتها؟ هون؟ لا شيء. والله زي ما شرر. اعمل ذلك بس شو ترجع من ذلك؟ طب you know what, let's close it. خلينا نرجع على الداشبورد. هاي 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 هي هي مفتوحة مرتين بقية. طب يعني ضوعناها لأن احنا اللي عملنا اللي عملناها. مش مشكلة. We can do it again يعني it's simple. ما عرفنا الشغلات اللي غيرناها نحن. أطول كبير. small as silicone. آه. مظبوط هي. هاي ماشي. إكسكوين جنبين. أوكي. عمل هذا هلا وقت مرة. ليش هيك سوى يعني ايش دخلت الميز ما راح اطلع منها هلا يعني قولوا قصدين يعني شو هالطول الفيري سنسيتيف هذا بطلع مرانه
طيب قلنا نعمل برايس هذا اوكي رن صارت لنا البرايسز اوكي هلا قلنا نعمل رن تذكروا بس النسبة تذكروا بس عشان تذكروا 10% بصير هيك مش عاجبه طلب على الاسم مش عاجبه unexpected token طلع 10% يعني هاي كالكوليتر قديش المبلغ الاولاني 49.99 ضرب 0.9 44.99 مضبوط هاي خصم 10% so you can define your own functions that you can call على return values اللي بيرجعوا من لازم تعرف قبل exactly غير ده بالسي لما بتعرف بدل تحط الفانكشن قبل المين اللي بعد المين دازنت ماتر طب اسمع حتى نجرب يعني بما ان احنا وتراينج لو بمسكها انا كنترول اكس لا والله زعل لا لك يو ار يوزنج ا فانكشن لسه مش معرفه بالنسبه له وصل شو الوضع انا بس غيرت بده تعريف فانكشن فوق بالضبط يعني هيك 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 بزعلش هيك از اوكي اوكي اما اذروايز بعمل مشكله اوكي طبعا يو كان بوت از ماني فانكشن از يو ونت يعني ممكن انا اعرف كمان فانكشن سي كنترول في وهذا الثاني اعرفه مين برايس 1 ما حردش انه نفس الاسم هذا وين ملاحظين بس صرت لما بعمل ران بلاقي المشكله لا برضه ما زعلش يمكن عملش كوبايل اصلا وبيمشي كيس بوشه اظن واحده اوفر الثاني شكله يعني ما فرقش عليه كثير جرب غير انت لرن غير قيمه الفرق غير تحت غير اعمل ران بس بدون ديسكاونت بدون يعني هاي ما هي ثاني اعمل ران خمسه بس يعني غير الفانكشن هون ولا خليها هون خليها بس كمل بس فهمت علي بالذهب للريتيرن كلمه يزعل بس ما عجبوش بده ريتيرن طب اقول له ريتيرن قلت له ريتيرن واحد مثلا وخلص برضه ما عجبوش سيمي كولن في سيمي كولن هاي رتان حالة ما حكاش على حاجة إذا نعمل رن هلأ هلأ حرد عشان ديسمي على إيه؟ حتى الموص فوق الـ X شو قول لك أني فاتبطت إزالي فور تشارز أتن أتلان تنطر طيب أتن دولار ساين أخذ درجة على البرايت برضو ما أجبوش بين كوسين أتن إيمها يا زلمي حبيبي إيمها فانكشن كبير زخم فوكس زرتين طب بس قيمه
أعمله بإيدها. هي هاي ولا وين اللي أنا؟ هاي. شو قصة عم بقين فيها؟ استنى شوي. أنا عندي الـ بيزي هاردس. فأنا مش شرط فيه بس أنت ملفاتك you can find freely available packages you can deploy على داتابيز عندك and you can build on top of it. بس يخلص الحمام. أنا بزي بطلعت إشي. وش الصديق؟ إحنا هذا اللي قلناه. ولا واحدة تانية. تزديم ولا شيء؟ لا في في لا والله تعرف مشالها. شالها. فضل بيني. إيه الديمو؟ yes. رجع. أنا عندي في البيت كان في بلس وفي ماينس. شو الديتيل فوق على يمين جنبك هذا كله. لا إذا هي مش موجودة. شكله هون بس كل الانستول. سنة أشوف بس كمان عند الكوليكشن زون. هذا اللي بناها بشوي راي ولا مش هذا اللي بناها بلا طب ليش كله عم يطلع كأنه مش مقيوم كيف بدها الكارير بين كمان مرة أنا كان عندي يطلع بلس وماينس يعني بس سبحان الله لما بتيجي توجد واحد الشغلة بيطلع كل مشاكل الدنيا هذه اسمها ديمو إفكت سترونخ ديمو إفكت هذه بس يعني توجد ناس مهمين برغم افكت كل ما كان الانسان اللي انت بتحكي معه مهم بتطلع المشاكل فانتوا مهمين لدرجه تطلع لك المشاكل قدامك زي ما عمرك استخدمت مثلا زي ما تنادي مديرك شيء اشتغل تقول له هو اي ات وركس زي ما بيجوا طلاب عندي استاذ مش شغال ورجيني ايه ات وركس فا افيلبل اي سوير في البيت كان عندي ديفرنت فيو بس أيوه لما حطيت شكسبير أعطاني تابيز كنت قاعد أتصل عليها لقيت شوية دوكيومنتيشن على الويب قعدت وكان في فانكشن جاهزة وقعدت أتصل أحطها بس كان بدي أورجيكم ديمو هاي بس دي بي ديمو لأن أنتوا شفتوا لي إيش يعني أبو خمس أسطر الكود يعني فكروا على حالكم شوفوا البالكنس عندكم هون برضه إكزامبلز جاهزة Basic XQuery examples. Basic XQuery. هذه query جاهزة وممكن تعملها run من هون. تقول له run بيعطيك الجواب. حتى لو بعدكش excited أنت. You can edit وتعدل عليها. مثلا أحد الشغلات اللي بتذكر عمل عليها هي هاملت. هاي run بيعطيك output تعمل edit بفتح لك اياها جوا الاكسايد بس هلا مش عم افتح له الاكسايد هو الجهاز مخلي لا فيه صار فيه مصيبه انا وين لما تركز على edit بتفتح لك اياها جوا الاكسايد وقمت انا هارلي بيرلي حطيت له لف لانه لقيته مكرر كثير واعطاني شغلات ثانيه edit هذا تخنق بعدين بس بلاش هلا بدوس طيب ران اوكي انا خلص ران شغال اوكي جو باك
انا ما زيتها. بدي اوريكم الكود. ها شايف الكود هلا بدا يصير شوي زنخ. So you can do lots of stuff. لاحظوا هذه syntax, هي syntax السكيما. سكيما syntax. اقول له اوكي قال له اعمل له run. فيو كان ليرن باي اكزامبل من الموجود بين ايديك. قول هلا برضه الامور سهله. طبعا هذه كلها من وين عم بجيبها؟ لانه في عنده اكس ام ال فايلز بيجي مع الداتابيز. هاي على الكنتري مثلا. تمام؟ اوكي. وران. لا لا الامور برضه مش كثير معقده. سو سامعين باندورا؟ سامعين فيها؟ اسم بلد هذه. هذه بلد ما عندوش جيش. جاي بين حدود فرنسا واسبانيا، اسمها اندورا. البلد مساحتها قد جامعة برزيت. هلا ليش بدوروا عليها الفرنسوية؟ لأنه بياخذوا شيء بلا تاكس. لأنه بتعتبر بلد ثاني، بس ما عندها جيش. فكان الناس يروحوا خارج يجيبوا السيجارات ومش عارف ايش. وأجهزة كهربائية جيبوها بلا جمرك بعتبرهم فرنسوية. بعدين برجعوا على الحدود. هلا في ايش بشيكوا على الحدود انت وحظك يعني. اذا وقفوك بتفوق الجمرك. اذا ما مسكوك بتاخذوا تلفزيون بلا جمرك بنص الساعة. طيب anyways روح على writing functions. هاي كان في writing functions. طلع على الاكزامبل هون. هاي عمل function اسمه greet. هي is greeting. عمل run. هلو هلا هلو هلو whatever حسب زلوها الماني والانجليزي والاسبانيولي. It's F و S يعني. It's very simple. طبعا الاكزامبل بسيطة لانه بس اذا تروح بالاخر validate document grammatically. لسه برضو الامور لاحظوا في هون عم استعمل البلت ان فانكشنز. اذا بتقول له run try to validate is a document validation set is valid. Probably هذا بدكم تطلعوا عليه if you want to check. هي بيجيب الدوكيمنت. هي جاب الاكس اس دي اللي هي سكيما. لا هذه السكيما دوكيمنت وهي الاكس ام ال وبتطلع اذا عمله valid. So this is what he's doing. Anyways بتصور صعب نضل نحكي عن هذه الشغلات. You need to try it في البيت. وهذا دير بالك بالبيسك. انا كنت اوريكم ديمو شوي اصعب. Web examples. هاي شكسبير. جبتها من هون معناته انا. ايش؟ المرة الجاي انا افكر تجيبوا اللابتوبس المرة الخامسة. I want to go over كل اللي شفناه لهلا. Including الاكسبيري. Hopefully تكونوا طلعتوا عليها شوي أكثر من هيك. وراح ابعث لكم in between projects على واحد على الدوم بعث على اكسس الفي. بدنا واحد على الدوم بدكم واحد على الساكس ولا احنا شو اللي شفنا هلا؟ ما شفناش هلا ولا بروجكت بعد الدي رايت. بلكي شفنا لنا نوثق البروجكت نعمل الدوم ونعمل الفاليديشن مع يد الدي سكيما ونعمل شويه اكستراكشن من هون وبروبلي بكير بوش ذا اكسبيرينس فور ون فول البروجكت. بعد بيرل الحالي اخر فيرجن. بعد بيرل الامل مش فاكر عادي. صراحه تكون مفكر فيها تكون بس فري سيشن يعني. بس طبعا جيبوا اللابتوبس وتعالوا مش هلا الواحد يقول خلص بعمل لحالي بالبيت. Probably you need to be here. بدكم كمان بعطيكم كمان؟ لا يعني شيء انت شو مخطط؟ شو الوضع؟ ما في امتحان على الفورس. انا عندي التلت اللي 30% من العدد. على الوجه الثالث صغير وطلع على الكاتشر. يس ذاك المره بتناقش طبعا.
بس يعني انا بديك مره بالاخر يبعث واحد على الكل ونفس الكود، بدي على الاقل اذا واحد نسخ كود من واحد ثاني على الاقل فيهم وجه ناقشني، يعني على الاقل المعلومه وصلت. So that's it. انا اللي عندي. Anything else؟